مصطفى، الأذرع الإعلامية القطرية المؤيدة لجماعة الإخوان، في أذرع داخل قطر وأذرع الآن بتبنى وبنيت في طور التكوين ربما في لندن، يعني كيف ستتعامل مع المرحلة؟ أنا بعتقد أن قطر وضعت استراتيجية إعلامية يعني حتى تتلافى الضغوط التي ستمارس على موضوع قناة الجزيرة. وأعتقد أن الفكرة التي أنشأها عزمي بشارة، وعزمي بشارة هو منظر ما يسمى بالربيع العربي الجديد، هذا الرجل الحاصل على الجنسية الإسرائيلية باع نفسه لقطر وشارك في دورات تدريبية مع أكاديمية التغيير وغيرها على الساحة القطرية ولعب دور تخريبي حقيقي. الآن يكمل دوره عزمي بشارة الذي خرج بتمثيلية من الأراضي المحتلة، يكمل دوره في لندن الآن عن طريق موقع العربي الجديد وجريدة العربي الجديد وأيضا تلفزيون العربي الجديد الذي سيبث إرساله خلال فترة قليلة. هل هذه وسائل الإعلام تلك يعني هتكون بديل لقنوات موجودة في قطر؟ أعتقد أن قناة الجزيرة حجم الضغوط ربما تغير إلى حد ما في خطها، يتم إبعاد بعض الأدوات التي استهلكت فيها، لكن ربما وجدت الأسرة الحاكمة في قطر أن إنشاء قناة بديلة من لندن أو التعاون مع تركيا في قناة مصر الآن ربما يخفف من حجم الضغوط التي تتحملها الحكومة القطرية من جراء ذلك. ولهذا سيبقى موضوع الجزيرة يعني أسير الرهانات ما بين هذا الطرف وذاك. ولكن في كل الأحوال أنا بعتقد أنه كثيرا هي الفضائيات، احنا قدام 8-9 فضائيات إخوانية الآن في كل حتة بتبث فضائية. أنا بتصور أن الشارع المصري والشارع العربي لم يعد يطق أبدا بأي حال من الأحوال أن يستمع وأن يشاهد أخبار مكذوبة ومضللة وكاذبة وادعاءات غير صحيحة. الناس وصل بها الحال إلى أنها أغلقت الباب تماما. يعني أنا كرجل إعلامي ومعني يفترض أن أتابع قناة الجزيرة، أنا لا أستطيع، لا أستطيع، أشعر بالغثيان عندما أرى هذه الوجوه الكالحة وهذه المادة الإعلامية المسمومة التي خرجت عن كل القواعد الأخلاقية والمهنية. هل خط الجزيرة هيتغير الفترة المقبلة؟ أتصور أنه حتى إن لم يتغير كاملا ولكن سيحاول حكام هذه البلاد إلى يعني إلزام الجزيرة بقدر من المعايير المهنية إلى حد ما.